Hallo, goedemorgen of goedemiddag. Kijk je de video 's ochtends, zeg ik goedemorgen. Kijk jullie 's avonds, zeg ik goedenavond. Ik wil vandaag samen met jullie een toetje maken met passievrucht en kokosnoot. Blijf jullie kijken tot het einde van de video, wens ik jullie allemaal een fijne dag. Ik heb hier 600 gram van kokosnootmelk. Van deze soort of ander merk, maakt niet zoveel uit, gewoon kokosmelk. Ik heb 2 kopjes van sinaasappelsap. Heb ik 1 in een pan, heb ik 1 hier. Passievrucht, 1/2 kop. Rijst 200 gram. Beetje munt voor decoratie. Bosvruchten voor decoratie. Schil van citroen of schil van sinaasappel. Kies maar 1 van die 2 wat je lust of wat je vindt lekker. 2 grote lepel van suiker. Dat is passievrucht voor mensen die weten niet. En 1 lepel suiker voor sinaasappelsap. En 1 groot lepel van maïzena. Dat heb ik nodig. السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اولا وقبل كل شيء كما العاده كنشكر الناس الجدد اللي انضموا للقناه ونقول لكم مرحبا بكم الانضمام ديالكم وما غاديش ندموا على الانضمام في جعبتي الكثير والكثير اقدم لكم. ونشكر الناس العزاز والغاليين اللي بداو معايا من بدايتي حتى لدابا، الشكر الجزيل والتقدير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد التحليه رائعه وسهله تحضير ولذيذة في المذاق. وبقاو تشاهدوا معايا حتى الاخر، نتمنى لكم فرجة ممتعة. عندي كوب ونص تاع الرز المكركب داك الصغير ديال الريزوتو اللي كنستعملو مع الحليب، او 200 غرام. عندي 600 ميلي غرام تاع الحليب تاع الكوك، واللي ما عندكش تقدر تعوضيه بالحليب عادي. عندي 2 اكواب ديال عصير البرتقال، عندي واحد درتو في الطنجرة وواحد محتفظة به هنا. نص كوب ديال باسي فروتا دو لا باسيون باللغة الفرنسية، وبالعربية ما عرفش الصراحة ترجمتها، عطاتني ثمار العاطفة اللي كتعرف لكم سميتها تكتب علي في الكومنتير. عندي النعناع للتزيين، توت للتزيين، معلقه كبيره ديال السكر، عصير البرتقال غنحتاج في عصير البرتقال، ومعلقه كبيره ديال المايزينا، 2 معالق ديال السكر غنحتاجهم مع الرز فاش غادي نطيبو. عندي قشره البرتقال وعندي قشره الليمون، تختار اللي بغيتو فيهم وحسب المذاق كل واحد شنو تعجبو. انا بداو على بركه الله، بقاو معايا حتى الله. عندي 2 اكواب ونص تاع الماء سخون، غادي نرمي فيه الرز يطيب. كيف هي 2 كوبيس ان هالف واتر كوكت واتر خايف الرايس ايدو ايه الكوكا واتر الشوهي ايه الله الكوكا كيف فرخيت ان ام يا نشنو في صوت بيت دو واحد القبيسة دي الملحة نديروها معاه. نسيت لما قلتها لكمش في البداية، واحد القبيسة ديال الملحة كلاين بيت الصوت. نخلي الرز يطيب في الماء، وفي نفس الوقت ما غاديش الواحد قال لي ما تضيعش الوقت. اكلات دي رايس اي بالكوكن ان سيلف ذا تايت هابيك خبون بيتي سينيزابل ساب هير خايك دي مايزينا التفوخر. غادي نزيد المايزينا على داك العصير اللي عندي هنايا، ديك المعلقه ديال المايزينا نخلطوا هاد المقادير مزيان مع بعضياتهم. غادي مايزينا خوت الرورة سيني زابون، غادي نخلط المايزينا مزيان مع الليمون كيتجاو في المقادير مزيان مع بعضياتهم. نديرو على النار مهيلة هي لاخفور هاي بيوليس تسين
mijn dochter die wil graag helpen. Ik wil graag helpen. بنتي بغات ما فاش كنطيب شي حاجه كتبغي حتى هي تتعلم وتبغي حتى هي تطيب انا خلطه راهي غير بشويه غادي يسخن ليا بعدا العصير الليمون ديالي فاش يسخن غنزيد عليه هاد الفاكهه هادي باش فروخته ايست ايزن دي سينيزات لاط اي فارم اي دام تو فوخيت غون ديال De pasvruchten bij, passe vruchten bij. Adin zit suiker, ik noem erg wat suiker. Ik ga een lepel suiker bij toevoegen bij die sinaasappelsap. En de passe vrucht, adin zit suiker, adin zit passe vrucht. Even langzaam rijden roeren. نفس الوقت راه غادي نزيد السكر للروز غادي نسوق اكفو بالرايس توفوخه وغادي نخليوه يطيب فاش يطيب ان شاء الله نرجع معكم نقول لكم اشنو غادي نزيد فيه شنو الاضافات غادي نزيد غادي نطيب هادي تعقد ليا شويه المندارين البرتقال والباسي فروخت انا صراحه ما عرفتش شنو سميتها فاش شرحت قبل بالعربيه عطاتني ثمار العاطفه ولكن ما عطاتش نعرف ثمار العاطفه المهم اللي كيعرف سميتها تخليها لي في لي كومونت غادي نخليهم يتعقدوا نخليو الرز يطيب وغادي نرجع معكم باش نوريكم النتيجه كيفاش غادي نديروا ليه Ik laat die sinaasappel en passievruchten even koken, worden warm. En ik laat de rijst even koken. Ga ik daarna toevoegen de kokosmelk, toevoeg ik de sinaasappelsap of citroensap, wat je wil. En dan kom ik zo terug om jullie te laten zien hoe ga ik dat decoreren. Tot zo. De rijst wordt steeds gaat koken. De passievruchten en sinaasappel zo te zien. اوكي بور تيتقال فاش يوصل هاد المرحله هادي نزيدو ليه غير شويه وغادي نحبس فاش نخدم بيت كوكا اي دون ستوب دي راي سيزون كوكا غادي نزيد ايك خا دي سيني زابل شخيل تو فوق انا كيب خكوز او سيني زابل ما ناخوك في سيترون شخيل فيزا انا اختاريت البرتقال لان استعملت البرتقال ولكن تقدر تستعمل حتى قشرة الليمون ايضا ممكن غادي نديرها طيب معاه وغادي ايكخا الفلاب دي شخيلة ايضا ما يكوكا ايكخا دي كوكوس ميلك تفوق غادي نزيد الحليب تاع الكوكوس باش يطيب فيه خليه يطيب خلي الرز يطيب حتى كيتعقد عاد نحيدو We laten koken tot het helemaal echt een zelf als pudding wordt. Dan is die klaar. فاش كيوصل لهاد المرحله هادي هادي هي المرحله اللي كنا محتاجين ليها صافي نحبسو في الطياب نخليوه يبرد شويه ونسربوه في الكيسان ولا في الزليف اللي حبيتو That is the result. Dat is de textuur die hadden wij nodig. Als hij zo wordt, dan is het klaar. Doe je de gaas uit, laat even een beetje afkoelen. En dan serveer hem in een kommetjes of in een glas wat je wil. Hier heb ik glazen. Ik heb gekozen om in glazen te doen. Doe ik een groot lepel in half bij elk glas. En die een hectare en een hier op kiezen. غادي ناخذ كل كاس تقريبا معلقه ونص اللي غادي ندير فيه ونحطهم وانتم كتشوفوا تبعوا الطريقه حتى الاخر نتمنى لكم فرجه ممتعه شو تشين فور خوند ستابيس ان ديكوراسي اي دوكوريرت شو اشي فيل دات ايج مار ان فوربيلد تو يا خوان وات فيل او وات تاو شيفت كيك مخبون توت اين دو فينشي كيولي فين داخ Thank you.
هما غير تمسحوا الجناب باش يكون مرتب. امسحوا الجوانب في خان اي فيد السيكون طيب شخوماك ماشي يبتخ كنوي طيب شخوماك ik ga nu de sap, de passievruchten en sinaasappel ga ik even toevoegen. Zo'n grote lepel in anderhalf bij elk glas. En dan doen wij in de koelkast een uurtje even afkoelen. Dan mag je eten. Als je knoeit, als je hebt geknoeid zelf als mij, dan moet je even schoonmaken. En dan gaan we een heleboel kbira, een nos, een koelkes. Hoe gaat die? بعد التسجيل غندخلو الثلاجة غندخلو الثلاجة ساعة لما كان يرتاح اللي بالبيستاج frambozen, een stukje munt erbij, dat is één. En kan ook, ik ook aan de bus missen, met tuttleberry eten. Wat in die lesje weer de pistache akkoord. Wat in die lesje weer naar de akkoord. Het is een kusje kieperlijk omhoog, ik hoop dat jullie alles hebben gezien. Kan dat ook. Ook pistache van twee kanten. Dan doe ik twee passievruchten. Georgie de Vrijzet. Want je vos kan. Nana. Dan de Georgie Passie Deco. نساعد ميغانا في الثلاجة باش يبرد ومن بعد نقدو ناكلوه فلاتنا نورتي ان الكولكاست ايفن افكوله ان دانا ماخي ايتن يا شي فيل كان يا اوك ان بيتي فين دي سيترون شغيل اوك از ديكوراتي فين بوفا شفيل شو اخساف كيز مغتي فيل فين ديكوراتي دانوغ اينتي فين دي باسي فروت een decoratie van munt. Doe even die. Laat ik hem maar afkaren om te maken. Kom, hurry, het ligt hier. Hadi hier een natuurlijk deel. Een voorkeer deel. Tot jullie zouden maken. Tahlil zouden maken. Tenminste, en dan komt het alsjeblieft. Goed, zal we wachten te maken. Met de goede shalia voor de commentaar deel. Kom, olie like. وحتى الفيديو المقبل ان شاء الله ذات از اونس توتشي دي هافن وي سامن gemaakt moet even in koelkast een uurtje laten even staan afkoelen en dan mag je eten ik hoop dat jullie wel genoten met kijken niet vergeten om duimpje omhoog te doen en comments achter te laten daar word ik heel erg blij van dankjewel voor het kijken en tot de volgende video inshallah doeg doeg de hier natuurlijk ديال التحليه اللي صوبت معكم شفتوا المقادير ديالها بسيطه وكنتمنى انكم تجربوها مذاق هائل ورائع كيذوب في الفم ما تنسوش المذاق ديالو الى ذقتوه نتمنى انكم تجربوها ما تبخلوش عليا في الكومنتار ديالكم الرائعه اللي كيعجبني نقراها وشكرا لكم جزيل الشكر والتقدير على اللايك ديالكم وعلى الكومنتار ديالكم نتمنىكم تجربوها والى الفيديو المقبل ان شاء الله مع السلامه Thank you.
انا درت جوج اكواب تقريبا، جوج اكواب ونص بحركت يديه.